السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، استكمالا لدراسة نصوص تشريعية المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة التشريعية، فقد سبق لمجلسنا الموقر أن ناقش مشروع القانون رقم 622 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وصدق عليه في قراءة أولى بتاريخ 17 يناير 2023، واليوم نعمق قراءته بعد إحالته من مجلس المستشارين، ويهدف إلى إدماج فئة خاصة من المستهدفين من التغطية الاجتماعية تعميما لها على جميع الفئات بما فيهم الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور إلا أنهم قادرون على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك تطبيقا لأحكام المادة الرابعة من القانون 6500 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، حيث تخص هذه المادة على الشروط التي يمكن بموجبها استفادة الأشخاص القادرين على تحمل واجب الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور وغير خاضعين لأي نظام آخر من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء كانوا داخل المغرب أو خارجه. من أجل تعميم الاستفادة يأتي مشروع القانون رقم 622 ليبين كيفية استفادة هذه الفئة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، علما بأن هناك إشكال فعلي بالنسبة لهذه الفئة ويتعلق بالدخول الافتراضي الذي على أساسه سيتم تحمل واجبات الاشتراك، علما بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الذي سيتولى مهمة تدبير هذا النظام انطلاقا من الأجور الفعلية للمستفيدين، خلافا لهذه الفئة التي من الطبيعي أن تكون متفاوتة في قدراتها الذاتية وفي مقادير مساهمتها في تغطية واجبة الاشتراك الخاصة بكل حالة من هذه الحالات. وكيفما كانت مستويات هذه الفئة، فإن الغاية من هذا المشروع قانون هو عدم استثناء أي فئة من فئات المجتمع من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية. ونمر إلى مشروع القانون رقم 6922 المتعلق بالوظيفة الصحية. هذا المشروع الذي نعتبره بمثابة العمود الفقري لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والذي نستمد أهميته من الواقع الصحي الراهن الذي يعرف خصاصا كبيرا في الرأس المال البشري الصحي، وعجزا صاروخيا في حكامة تدبيره وحسن توزيعه ترابيا ومؤسساتيا، ويعاني قطاع الصحة من نزيف حاد في موارده البشرية بسبب مغادرتها نحو خارج الوطن أو نحو القطاع الخاص، إما مغادرة قانونية أو مغادرة فعلية لفائدة هذا القطاع على حساب القطاع العام والمؤسسات العلاجية تحت تأثير الحافز المادي وجودة ظروف العمل والمردودية المالية. ونتوخى أن يساهم هذا الإطار القانوني الجديد في تثبيت الموارد البشرية بتوفير الشروط والظروف المادية والتحفيزية لوقف هذا النزيف البشري، والرفع من جاذبية القطاع الصحي العمومي لاستقبال الكفاءات المهنية والصحية المتنوعة، لأن إصلاح الوظيفة الصحية هو مدخل الأساسي لتتمين الموارد البشرية الصحية الذي يكرسه مشروع القانون 6922 المنبثق عن القانون إطار 6622 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يوفر لمهني الصحة مجموعة من المزايا والحوافز والضمانات، منها على سبيل المثال: أولاً، تعزيز الضمانات القانونية والسلامة الصحية والحمائية لمهني الصحة ومؤازرتهم في حالة المتابعة بسبب الأخطاء المرفقية وحلول الإدارة الصحية محلهم في التعويض المدني. ثانياً، اعتماد نظام جديد للأجور يتكون من جزئين: أولاً، جزء ثابت يضم الأجر والتعويضات المنصوص عليها في النظام الحالي، وجزء متحرك عبارة عن تعويضات عن الأعمال المهنية المنجزة حسب ظروف وتوقيت هذا الإنجاز. ثالثاً، نظام خاص للعمل متلائم مع الوضع الخاص لمهنية هذا القطاع الذي يتطلب المداومة والاستمرارية حسب البرنامج الطبي، مع إقرار نظام للتعويضات يتناسب مع مواقيت هذا العمل. رابعاً، ضمان حركية واسعة لمهنيي القطاع الصحي، حركية متعددة الاتجاهات داخل المجموعات الصحية الترابية وبين هذه المجموعات نحو الإدارة المركزية أو نحو المؤسسات الصحية المحدثة. خامساً، كما يقدم مشروع القانون رقم 6922 نظاماً جديداً للولوج إلى الوظيفة الصحية مبني على العلاقات التقاعدية القابلة للتجديد أو الترسيم والاحتفاظ بأقدمية العمل في احتساب الترقي والتقاعد في حالة الترسيم.
في مقابل هذه المستجدات يقترح مشروع القانون مجموعة من الالتزامات المهنية والسلوكية والمتمثلة في احترام القانون والحياد والشفافية والتحفظ وحفظ السر المهني والنزاهة واستحضار المصلحة العامة. ونتوقع في فريقنا أن يلعب هذا الإطار القانوني الجديد دوره الإيجابي في تعزيز فعالية الوكالات الصحية المحدثة والمجمعات الصحية الترابية والرفع من جاذبيتها المهنية لجلب الكفاءات والأطر الطبية والتقنيين والمساعدين الصحيين وطنيا ودوليا، وذلك بموازاة مع توفير المناخ الصحي واللائق بهذه الكفاءات على مستوى المؤسسات العلاجية والاستشفائية على صعيد تراب المملكة وعلى مستوى الجماعات الترابية جهويا وإقليميا ومحليا. ولهذه الغاية فإننا نصوت بالإيجاب على هذين المشروعين القانونيين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النائبة المحترمة